الآن نستعرض أمامكم الفيديو تبع الآيباد 2. طبعا هذه الصورة من الكاميرا الخلفية. الحين نغير في الفوكس، تلاحظون الإضاءة تتغير. نوقف تسجيل الفيديو من الكاميرا الخلفية ونبدأ بالأمام. طبعا هذا التصوير بالأمامية. طبعا أداء الكاميرا يعني زي الآيبود تاتش، يعتبر ضعيف مقارنة بالآيفون 4. هذا شيء مختصر من تصوير الشاشة. آسف الآيباد 2 على الكاميرا فيديو، هاي شيء آخر.